فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس جوارب الرجلين عند إحرامها؟ لا بأس، المرأة تلبس كل لباس غير زينة وغير منكر تلبسه ما جرت عادة النساء بلبسه، إلا شيئين: النقاب والقفازان فقط. نعم، لأن المرأة بحاجة إلى الستر، تلبس ما شاءت من الملابس الجائزة إلا النقاب والقفاز، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.